بطوله قويه جدا جدا، والمستوى الفني بتاعها عالي جدا بمشاركه اكتر من 1000 لاعب بيمثلوا مصر وكذا دوله عربيه واجنبيه منضمين لينا. البطوله زي ما انت شايف اجواءها حماسيه جدا جدا، مستويات الفنيه قريبه جدا. كان موضوع صعب جدا على الحكام ان هو يطلعوا الترتيبات لان الموضوع فعلا كان صعب. احنا بدانا من الساعه 10 الصبح ومستمرين الى دلوقتي الى الان ولسه ما كملناش البطوله. بطوله 1000 لاعب وده رقم قياسي بالنسبه للبطولات على مستوى العالم، بطوله من اكبر بطولات العالم على مستوى العالم، بطوله احمد علي دايموند كاب، بطوله دوليه، بطوله ثاني بطوله تعتبر بعد بطوله العالم مباشره مصر تستضيفها. وبيرجع الفضل للدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ان هو سعى ان البطوله زي دي تكون هنا. اهوت الحمد لله رب العالمين، بطوله طلعت متميزه جدا. هي البطوله دي اساسا ثاني اكبر بطولات الاتحاد الدولي، ومصر البلد الوحيدة في المنطقة العربية بالكامل استضافت البطولة دي 3 مرات، والمرة الأخيرة اللي هي المرة دي أكبر عدد من اللاعبين المشاركين، يعني على اللعيبة وصلت 800 لاعب تقريبا، وده إنجاز ما بيحصلش في أي حتة تانية، وبيؤكد أن الحمد لله مصر ما زالت هي المتربعة على عرش كمال الأجسام على مستوى العالم. يعني البطولة كويسة كتنظيم في اليوم الأول والثاني الحمد لله كويسة، وأنا تحضي بقعد من 6 لـ4 شهور بحضر لها طول الفترة دي لحد يوم الماتش، وبنطلع بقى أحسن حاجة الحمد لله. كارب طبعا بروتين، هو نظامه زي ماشي عليه، طبعا بيختلف من واحد لتاني على حسب هو بيبلق ولا بينشف ولا بيوصل لحجم ايه. طبعا كان في عضلات كبيرة نزلناها عشان قالك ده إليت يا جماعة، ما ينفعش تاخد حجم كبير، فاحنا طبعا دبللت، قللت طبعا الكارب بتاعي، قللت البروتين، كل ده طبعا عشان اسقط كتله عضليه. كارديو طبعا على الريق 2 3 مرات على حسب ما بتوصل للنشاف اللي انت عايزها والمستوى اللي انت شايفه او الكوتش بتاعك شايفه هتوصل بيه على المسرح بحاجه كويسه. تشرف بطوله قويه والمنافسه كانت قويه جدا والاعداد كانت كتير والمنافسه قويه، وانا كنت بادئ تحضير بقالي 3 شهور من 1/7 لحد 1/10 في ميعاد البطوله، وتنظيم جميل والبطوله كبيره وبطوله يعتبر بتنافس البطولات العالمية ومن أحسن البطولات اللي بتتعمل في مصر.